عليكم تحياتي جميع متابعي قناة عائد الغرباء. اليوم غادي نتكلم مع الناس في حرة كان بديه فرنسية وبالضبط الناس اللي عندهم لكارت اي لكارت اللي كنعرفوها كاملين ماشي حقيقية. المهم علاش الوغ بزاف ديال الناس سمعتهم كيتكلموا انهم مؤخرا دفعوا انهم يسبوا الوضعية ديالهم هنا بديه فرنسية بلا كارت كما كنقولوا لها حنايا، ولكن كيتصدموا انهم لا بريفيكتور كتطلب منهم انهم يجيبوا ديك لاكارت. دونك ديك لاكارت كيطلبوها لهم خصهم او ديك كارت دو سيجور اللي عندهم كيقول لهم خصكم انكم تدفعوها في الدوسي. هنا الموضوع الاول اللي غادي نتكلم عليه، ثم النقطه الثانيه اللي غادي نتكلم عليها هي بالنسبه للناس اللي كنشوفهم كيقولوا ان هاد لاكارت ديت ما عندكش علاش ديرها وما غاديش تسلكك وغير تخربيق في تخربيق وما يمكنش تخدم بها. دونك فيديو هذا يعجبكم بزاف، بغيتكم فقط انكم تصنتوا وتبعوا معايا حتى الاخر. الوغ اول نقطه غادي نتكلم عليها اللي هي مهمه وخطيره بزاف ومهمه وخص بزاف الناس يعرفوها، اي واحد فيكم غادي يدفع الدوسي ديالو بما انه حقق جميع الشروط اللي هما لي فيش دو باي، عمر السيرفا، قد السكن، قد المهم قد كلشي اللي خاصو في الدوسي ديال التسويات الوضعيه، بما انه ما عندوش ورقات بغى يقاد ورقاته. كنخدم بين قوسين كنخدم بلا كارت ديت، لان بزاف ديال الناس كيسولوني كيفاش او انت اصلا كيفاش حنا حركه وعندنا لي فيش دو باي، راه خدامين بزاف ديال الناس خدامين بهاد لا كارت هادي. داكشي علاش غنهضر عليها في الموضوع الثاني، غنهضر عليها في فيديو نيت، حنا غنهضر على هادشي من بعد نتكلم المهم عندي، لانه الا هاد النقطه فهي خطيره بزاف. لاحظت ان كما قلت لكم الناس لو كيتوصلوا ان لا بريفيكتور كتطلب منهم انهم خصهم يجيبوا هاد لا كارت هادي تيحطوها في الدوسي ديالهم. كنقول لكم انه من الاحسن او لا ماشي من الاحسن، يعني ما تحطوهاش في الدوسي ديالكم. اي واخا يقولوا لكم انه جيبوها، ولاحظت ان بزاف ديال الناس هنا في اليوتيوب ولا بزاف ديال الناس في التيك سيرتو التيك توك كنشوفهم كيقولوا انه ماشي مشكل خصكم تحطوها في الدوسي ديالكم، ما كاين حتى شي مشكل. لا ما تحطهاش في الدوسي ديالك لانها كتعتبر عمليه ديال التزوير. دونك السؤال هنا غادي يبقى كي ربما تقول لي غادي تقول لي انه غادي هما غادي يقولوا كيفاش انك تخدمتي ماشي شغلهم، راه عارفين هما راه فرنسا راه عارفين تقريبا ملايين ماشي مليون، راه ملايين ديال الناس عندهم في بالكم، راه بزاف ديال الناس خدامين بهاد لاكارت هادي. الوغ شي حاجه اللي هي عاديه ما تطيحش في الخطا، لانهم هما كيقلبوا على بنادم يطيح في الخطا باش انهم يحيدوا او ينقصوا عليهم الدواسا. دونك انت تطيح في الخطا. الوغ شنو خصني ندير منين يطلبوا ليا انني خصني نحط ديك لاكارت باش كنت خدام؟ انت ديك الساعه غدير كوغي وغتسيفط لهم يعني فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك وقول لهم لاكارت اللي كانت عندي طاحت ليا او لا ما بقاتش عندي ما بقى مشات ليا. اي بي فوالا، غتحط ديك الساعه فوتوكوبي ديال الباسبور ديالك. اسطات عندي ما تحطوش لاكارت اللي كتعتبر اللي كنسميو باتيت او اللي المهم اللي مزوره سي كوم سا، مي هادي هاد القضيه غادي بها العمل وبزاف ديال الناس خدامين بها. دونك دابا غادي نتكلم على النقطة الثانية ديال واش ممكن نقدو بها الورقات. كما قلت لكم هنا راه الناس اللي صيفطوا لهم قالوا لهم صيفطوا لنا لاكارت، راه هما كيقادو بها الورقات، يعني كيقادو الورقات ديالهم، راهم خدموا وجمعوا لي فيش دو باي وان شاء الله ربي غادي يسهل عليهم وراهم غادي مزيان. الوغ ما تعكزوش عليها، يعني ما خصنيش نبدا الهضرة هادي لان ممكن ان ماشي هنا خصني نقول الهضرة هادي، مي بون من قلبي كنقول لكم انه الناس بزاف الناس خدامين عليها. شنو هو القلب اللي كيديروا الناس اولا من بعد ما اني تكلمت مع بزاف ديال الناس عرفت شنو القلب اولا شنو باش ما كيعيقوش بهم اولا باش ما كيعكسوش ليهم، وهو بكل سهوله انهم ما كيديروش لا كارت ديال فرنسا، يعني ما كديرش اون كارت دو سيجور مزوره مقيم بالديار الفرنسيه. يعني مثلا انا سميتي خالد، انا ندير خالد فلاني بنيشا كني واحده اخرى ولا ندير بنيت كشغل كذاك، وغادير كارت سيجور هنا فرنسيه، يعني ديرها 10 سنين ولا ديرها عامين ولا ديرها 3 سنين ولا جو سي با، المهم كديرها ديال فرنسا. لاحظت ان بزاف الناس اللي كتصدق لهم وكيخدموهم كيجيبوا ديال الطاليان وكيجيبوا ديال اسبانيا، دونك كيخدموا بها بزاف ديال ايطاليا وديال اسبانيا. ديال المانيا ما كنشوفش بزاف ديال المانيا، ما كنشوفش بزاف ديال البرتغال، ما كنشوفش بزاف ديال دوله اخرى اوروبيه، مي كنشوف بزاف ديال الطاليان وديال اسبانيا. علاش؟ لان بزاف ديال الجاليه اللي مقيمه في هاد جوج دول كينتقلوا لفرنسا، دونك اللي خلى انه هادشي ولا عندهم عادي، ولاو كيجيو الناس من اسبانيا وكيجيو الناس من هاد الدوله ديال ايطاليا. السؤال اللي بغيت نوصل لكم، شفت بزاف ديال الناس كيديروا الجنسيه، دونك كيجيبوا كارت دو سيجور انه عنده الجنسيه ايطاليا، ما كنصحش بها او لا اسبانيا. بون ما عرفتش بيه، ودي فوا كيمشيو كيسولوا بعيد، نتوما ديروا اون كارت سيجور
ديال باردون راكم عارفين مع الصيام كيمشي الصوت وما يمعليناش. قلت لكم ديروا كارت سيجور فيها 10 سنين وتوكلوا على الله والله يسخر لكم والخبر في راسكم. باش انا باش نفضل الفيديو ديالي نقول لكم غير زعما هادشي راه هادشي اللي كيدير ماشي هو هذاك، ولكن راسلكم انا اللي عليا غادي نقول في الاخر باش نفضل الفيديو باش ما كنعرفش شنو ممكن يوقع. هادشي راه ما مزيانش هادشي اللي كيدير، لكن الخبر في راسكم. الميساج راه وصل لكم و جو بونس انني راه وصلت النقطة، يعني وصلت النقطة اللي بغيت نوصلها، يعني المعلومة ولا الميساج الرسالة تكون وصلت ليكم. الوغ الناس اللي غادي يدفعوا ما تدفعوش ديك لاكارت، الناس الثانية فيها ما يدار داكشي راه فيه ما يدار، والناس بقات وريقاتهم بها. مي فوالا كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا الميساج. الله يسخر لكم، الله يسهل الامور ديالكم، ورمضان مبارك، ونضربوا مواعيد الفيديو القادم. دمتم برعاية الله.